السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، تحياتي ليك يا جماعة، تحياتي لكل الناس الجميلة المشتركين معانا على قناتنا على اليوتيوب تدريب كلاب أبو نور زمنور وتدريب كلاب البحيرة كابتن أبو نور. زي ما عودناكم طبعا على قناتين دايما بيفيدوك ودايما بيقدموا لك المعلومة الصح بالطريقة اللي هي البلدي خالص، بالطريقة البسيطة خالص اللي هي ما تكونش فيها تكلفة عليك وما تكونش فيها إن أنت تضيع فلوسك في الفاضي وتصرف في الفاضي ودماغك تتشتت كتير وطبعا تلف في دايرة ما أنتش عارف آخرها إيه. وبنحاول نسند معاك في اي مشكله بتقابلك، فيا رب اي معلومه احنا بنقدمها تفيدك ولو بنسبه 5%. طبعا احنا هنبقى حتى يعني نحس ان احنا بنعمل معاك حضرتك حاجه. طبعا يا جماعه النهارده هنرد على اسئله، زي ما قلت لكم احنا بناخد اسئله وبنرد عليها، وزي ما عودتكم هنجمع اسئله في اسئله في اسئله ونرد، ويا رب سؤالك يطلع من ضمن الاسئله اللي احنا بنرد عليها. فلازم تتابعنا على القناتين علشان حضرتك اكيد هتلاقي الرد على سؤال حضرتك في اي قناه فيهم. كوكو بيقول انا كلبتي ولدت بس بتدوس عليهم وتموتهم، ولما بتيجي تقعد بتقعد عليهم. طبعا دي مشكله في حد ذاتها، ودي في ناس كتير بتقابل المشكله ديت يا باشا، ان الكلبه لما تيجي تولد تقعد على الكلاب وتدوس عليهم والكلام ده كله. واغلبيه الكلاب اللي بتعمل كده اللي هي بتبقى لسه مبتدا اول ولاده ليها بتبقى لسه غشيمه، الكلبه مش عارفه حاجه او مش عارفه التربيه او الكلام ده كله. طيب دي حلها ايه يا كوكو؟ هنعمل معاها ايه؟ طبعا حلها بسيط جدا وسهل جدا. خلي الكلبه بتاعتك لما تيجي تولد في مكان مفتوح، مكان واسع، يعني تكون اوضه في حدود 3 متر في 3 متر، ونفردها لها قش رز ولا حاجه ونسيبها براحتها خالص، وما نعملهاش دوشه في المكان وما نعملهاش هرجله في المكان. ولما تيجي تطلع المكان ما تطلعش الا بعد ولادتها بيوم ولا حاجه، وتسيبها تولد براحتها خالص، لان طبعا لما هي تولد براحتها هتبص تلاقيها بتولد عيله في جنب في ركن معين، تمام؟ وبعد كده هتبص تلاقيها هي دمهم على بعض وبتروح لهم تقعد معاهم وبترجع وبتروح وتيجي عليهم. طبعا هتبقى محرصه لان المكان واسع وواخده حريتها ان هي تتحرك حوالين منه. السؤال اللي بعد كده يا جماعه من احمد عبد الله بيقول احلى سلام لكابتن ابو نور سيزر من مصر. ربنا يخليك يا احمد، ربنا يبارك لي فيك، اسلوبك جميل جدا. اتكلم عن رعايه الكلبه الحامل من اول ما تحمل لحد ما تولد، طريقه التغذيه السليمه والرعايه الصحيه، علشان انا اتشتت من الفيديوهات القديمه وبدات اتلخبط. وشكرا ليك. بص يا عم احمد، الموضوع بسيط وسهل خالص. طول ما انت حاطط الكلبه الحامل في دماغك، طول ما هتلاقي خلفتها مقرفه وهتلاقي جراويها تتعبك وتبقى فيها مشاكل كتير طبعا، وطبعا هتبص تلاقي الله اعلم بقى ممكن يبقى فيه مشاكل في الولاده، مشاكل في الخلفه، مشاكل في الحمل، وهتلاقي حاجات كتير. ما تحطش الكلبه الحامل في دماغك، سيبها تاخد راحتها، سيبها تتحرك زي ما هي عايزه. حط الاكل بتاعك اللي انت متعود عليه بتحطه كل يوم، اهتم بالاكل شويه. لو نفوت نخلي مرتين في الاسبوع ندي لها ازازه لبن 2 كيلو، نخلي مره في الاسبوع ندي لها مثلا مثلا نجيب باكو سريلاك او باكو فورميلا نفتحه لها على نص ازازه لبن ولا حاجه ونقلبه لها، عبارة عن حاجات زيادات. وخلي الكلبة تتحرك وتمشي وتروح وتيجي. طبعا المشي بالنسبة للكلبة هو الفيتامين الوحيد للخلفة اللي بيخلي الخلفة تبقى جميلة جدا وتخلي الجرو يبقى واخد راحته في بطن امه. طبعا لما تيجي الكلبة تولد بتيجي قبل ميعادها ب10 ايام، بتكون مجهز لها المكان وبتدخلها مكانها. فخد بالك دايما لما تشغل بالك بنتها حامل، صدقني ما بتنفعش وبتبقى خلفتها زي الزفت. لما تسيبها على بركة الله وتسيب النتاية بتاعتك مطلوقة وخليها تاكل الاكل الطبيعي وتتعامل طبيعي خالص، هتلاقيها بقت بسم الله ما شاء الله عليها وتبقى جميلة خالص ومش هيبقى فيها اي مشاكل. السؤال اللي بعد كده يا جماعة من المصارعة الحرة بيقول تجارة الكلاب حرام شرعا، الاشد من المعصية هو الاجهار بالمعصية. بيقول تجارة الكلاب حرام شرعا، الاشد من المعصية هو الاجهار بالمعصية. طب انا هسأل حضرتك سؤال، طبعا المصارعة الحرة ده معناه ان هو عامل قناة وبيتكلم فيها عن المصارعة او اي حاجة، تمام؟ طيب حضرتك لما تعمل قناة على اليوتيوب، الحاجات ديت مش بتخليك تتلهي عن دينك وتتلهي عن الاسلام، صح ولا ايه؟ لما تعمل صفحة على فيسبوك، الحاجات دي مش بتلهيك عن الدين وبتلهيك عن الاسلام وحرام، لان حرام اي حاجة تلهيك عن الدين، تمام؟ لما تقعد تتفرج على التلفزيون حرام ولا حلال؟ لما تتفرج على واحده بترقص في التلفزيون حرام ولا حلال؟ طب لو طلعت دلوقتي شركه في امريكا قالت لك اللي هيبيع كلب في مصر هيكسب عليه 2 مليون دولار، انت هتعمل ايه؟ مش هتروح تدور على كلب بلدي تبيعه؟ يا باشا الحرام ما حرمه الله في كتابه والحلال ما حلله الله في كتابه، واحنا ممكن نكون اكبر منك سنا
احنا ادرى احنا بنعمل ايه واحنا مسؤولين عن اللي احنا بنعمله، ويوم القيامه ما تبقاش تقف جنبنا علشان لو النار جت علينا ما تلسعكش. تحياتي ليك وتحياتي طبعا لكل مشترك معانا طبعا، الرد بكل ذوق وبكل احترام، وشكرا لحضرتك وشكرا لرايك الجميل ده، وباذن الله نبقى نشوف نتاكد منه ولو كده نبقى نعمل بيه. تحياتي ليك طبعا يا باشا، دي قناه كلاب، ما ينفعش ان حضرتك تدخل الدين والاسلام، لان الدين ده حاجه غاليه علينا قوي، والاسلام طبعا دي حاجه بنعتز بيها، ما ينفعش ان هو يخش في قناه كلاب، وما ينفعش ان قناه مصارعه حره فيها ناس من ضمن اليهود بيتحركوا قدام المسلمين في التلفزيون والكلام ده كله ان هي تتكلم عن الدين. تحياتي ليك وتحياتي لكل مشترك معانا. نخش على السؤال اللي بعد كده، ده انتقاد وردنا عليه بكل اسلوب محترم طبعا. السؤال اللي بعد كده من رودي، بتقول لو سمحت رد ضروري عليا، انا كلبتي عندها 3 شهور ونص وكان عندها مرض البارفو تمام، وكانت وصلت لمرحله الدم والكلام ده، بس الحمد لله العلاج اللي قلت عنه المرض ده جبته لها وبقت كويسه. طب تمام، بس المشكله دلوقتي مش بتاكل خالص غير رجول فراخ ولبن بس، ومش راضيه تاكل اي حاجه تانية، وهي بقت هيكل عظمي فعلا خاسه خالص وصحتها ضعيفه قوي، اخرها بتمشي بس مش عارفه اعمل ايه علشان ترجع زي الاول. بالله عليك رد عليا ضروري. خلي الاكل بتاعها يكون فيه تغذيه شويه. يا جماعه الناس اللي احنا طبعا بنوصي بالاكل الني ان هو مفيد للكلاب، بس عود نفسك لو عندك كلب طالع من دور بارفو لسه طالع منه، لا اشتغل باكل طيب، ويكون حاجه تكون سهله الهضم للكلب، ما تكونش حاجه ناشفه. بلاش الرجول يا رودي تمام. الحاجه اللي بعد كده، حاولي ان انت تحطي مواد غذائيه في الاكل، زي مثلا انا بنطيب لها شويه اكل صغيرين، مثلا ممكن نجيب 5-6 جناحه بتاعه الفراخ ديت او الرقابي او الحتت ديت، نطيبهم في طبق كده صغير ونحط عليهم شويه حتتين بطاطس كده نسلقهم. المهم الموضوع كله يبقى عباره عن سلطه كده، سلطه خضار بالحاجات بتاعتها تمام، يعني 5-6 جناحه نحطهم في الطبق ونغليهم على النار، ونقطع عليهم بطاطستين، ونحط عليهم شويه بسله صغيرين، نقطع عليهم جزرايه، وفي الاخر خالص بعد ما يطيبوا ويبردوا خالص نيجي ماسكاهم بايدي مقطعهم حتت صغيره، يبقى كله عباره عن سلطه في بعضيها تمام. وبالشوربه بتاعتها نحط لها تاكل، ونمنع عنها اللبن، ونمنع عنها الرجول، ونحط لها الحاجات دي تاكل. مره على مره هتبدا الكلبه تتغذى ويرد في جسمها طبعا الدم تاني، وترد في جسمها المناعه طبعا، هتبقى احسن من الاول بكتير. فده حاجة مهمة جدا. اي حد يا جماعة كلبه طالع من دور بارفو، احنا بننصحك بالاكل الني زي ما بقولك، بس طالع من دور بارفو بلاش الني لحد الكلب ما يعدي لمدة شهر ولا حاجة من المرض، خلاص تمام التمام، يبقى نبدأ نأكل ني تاني، مفيش اي مشكلة، وانا مطمن لان مش هيجيله المرض تاني وهيبقى 100 100. السؤال اللي بعد كده من محمود محمد، بيقول انا اشتريت كلب بيتبول لقيته جربان، انا مش عارف اعمل ايه، يا ريت ترد عليا، انا احمد من الاسماعيليه. تحياتي ليك يا احمد وتحياتي للاسماعيليه، الناس الجميله جدا، الناس المحترمه جدا. بص يا ابو حميد، الموضوع سهل جدا، لو كلبك بمليون جربان ما تقلقش، علاجه سهل. الكلب الجربان ده حله، هو ما بيبقاش جربان، هي بتبقى عباره عن حساسيه، بس احنا كمصريين بنسميها جرب تمام. بنجيب الزيت بتاع العربيات زي ما قلت لك المستعمل، وبندهن الكلب كله، وبعد ما بندهن الكلب بنديله حقن افيل وديكساميثازون عشان نهبط الهرش والكلب ما يهرش في جسمه ويتعور اكتر تمام. وبعد كده بنبدا نجيب الجنتيانا الزرقاء في ازازه رشاشه اللي هي بتاعه المكوى اللي احنا بنرش بيها نكوي بيها الهدوم، ونبخ الكلب كل يوم، وما نحميش الكلب خالص لحد الزيت ده ما ينشف من عليه والجنتيانا جسمه يرجع. ايبيركس ايبيركس جوه ريكس، ارجع بظهرك جوه، ارجع بجوه بظهرك، الله ينور عليك شاطر تمام يا جماعه. طبعا هنمشي على الموضوع ده كده، والكلب هيبقى تمام التمام. اول ما الكلب يرجع لحالته الصحيه والشعر تمام التمام، يبقى انا كده خلاص نبدا ان انا نقطع العلاج ونمشي معاه عادي، ونحميه حمايه 100 100 بالاوكسي، هيرجع الكلب لطبيعته ويبقى 100 100. السؤال اللي بعد كده ده احمد علاء، السؤال ده للمره 50، لا يا احمد مش 50 على فكره، هم 49 ما تظلمناش. بكلمك وانت ما بتردش، عندي كلب بيتبول عاوز اعرف عمره بالظبط قد ايه، لان هو تقريبا داخل على شهرين، وعندي كمان سؤال كده سؤالين. بعد ما بحط له الاكل بياكل دايما، بيعض في نفسه تحت جلده دايما عند القضيب،
يلحس، واحيانا يعض كمان بتجيله حاله بعد الاكل، حتى بتقلقني بس بحاول اكون مسيطر قدامه. بيتنطط وبيبقى دايما عاوز يعض رجلي. انت قلت عنده قد ايه؟ ما انتش عارف عمره. تمام. وبقول له بس يسكت على طول، وهو ما خدش ولا تطعيم وبياكل بس دراي فود، واي حاجه قدامه شنطه جبتها له يقعد فيها وينام لقيته بيقطع فيها. ده يا باشا لعب، ده معنى كده ان هو جر. طب انا هعرف لك عمره ازاي من السؤال بتاع حضرتك اللي معايا على القناه؟ طبعا ما اعرفش عمره طالما ما شفتوش. الحاجه الثانيه، ده طالما جر وصغير يبقى اصبح ان في سنان اللبنيه كده بتبدا ان هي تروح ويطلع سنان جديده، يعني في تغيير سنان في العمر ده. لازم يقطع في اي حاجه ولازم يشد في اي حاجه. طبعا ديت ما فيهاش كلام، ديت تستحمل الكلب بتاعك او تربطه، يفضل ان انت تربطه يبعد عن الحاجات دي كلها. تمام. الحاجه الثانيه موضوع الاكل ويهرش، ممكن يكون الكلب فيه حشرات، اطمن ان كلبك ما فيهوش حشرات، ولو ما لقيتش فيه حشرات يبقى تديله نص امبول افيل. لو بيهرش هيبطل موضوع الهرش ده، لان ممكن تكون حساسيه بسبب مثلا ان انت سبته في مكان فيه ميكروب فيه كلام من ده، تكون جات له حساسيه. طبعا لو عملت كده هيبقى الكلب تمام التمام، واطمن على الحاله الصحيه بتاعته. وطالما انت سايبه لحد دلوقتي ما طعمتوش يبقى اكيد انت هامله يا احمد، وفي الرعايه بتاعته اهتم بالرعايه الكلب واهتم بالتطعيم بتاعه. ما تهملش، طالما لو ما تلاقيش الموضوع بفلوس تقول لا انا معيش ومش مهم وبتاع، لا ما تستخسرش، لان انت بتصرف على الحاجه ديت. حرام لما تصرف فلوسك وترجع الحاجه دي تروح منك، هترجع تندم وتقول يا ريتني. واحنا مش عايزين كلمه يا ريتني دي، اي حد معانا على القناه ما يقولش كلمه يا ريتني في تربيه كلب. لازم تبقى انت عارف انت بتعمل ايه، ولازم تقتنع بتربيه الكلب بتاعك، ولازم تربي وانت مطمن. تحياتي ليك يا احمد، وتحياتي لكل الناس مشتركين معايا ومنورنا على القناة. ما تنسوش تعملوا لايك وشير، وما تنسوش تشتركوا معنا في القناة وتفعلوا الجرس. تحياتي ليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.